السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي أعزائي الكرام، في حلقة جديدة إن شاء الله سنتناول موضوع التلوث في البنية إير كلير الفرنسية. هذا يخص إن شاء الله عملية مرحبة تخص الجالية اللي يعبروا التراب الفرنسي. قبل ما ندخل في الموضوع، دعمونا باللايك أبوني والبارتاج باش نحققوا مزيد من المعلومات ونلحقوا لجميع اخواتنا اللي مخصوصين بالامر. على تبركه الله ندخل في الموضوع. كما قلنا، المهاجرين المغاربه ان شاء الله اللي يسافروا عبر الحدود عبر التراب الفرنسي، يعني من المانيا ولا من هولندا ولا من بلجيكا ولا من دوله اخرى، او على التراب الفرنسي نفسه، يعني كاين قوانين اصدرت من 2017 بسنه 2017، ولكن دابا 2021 يعني الشيء يطبق يعني على أرض الواقع. يعني كاين المدن بزاف يعني عندها ممنوع دخول السيارات اللي ما عندهمش ديك الملصق، ممنوع يدخل المدينة أو لا يدوز على حسب الحدود المدينة، من مدينة كما مدينة باريس ولا غرينوبل أو لا ليون، هذول اللي كدوز طريق السيارة كيدوز يعني وسط المدينة كيعبر المدينة، هذا على ما عندكش هذاك الملصق. وكان براج ديال الشرطة الجمارك الفرنسية، فيعني يعني انت عندك حظ كبير يعني تأدي مخالفة 65 أورو. فلهذا انسان يعني يشري هذا الملصق كيدير 3.70 أورو، ما كيديرش اقل ولا اكثر، 3.70 أورو لجميع المركبات يعني، وجميع المركبات يعني ضروري يديرهم، يعني ضروري، ماشي يعني هو السيارة ديال مثلا الجدادين هادو يعني ماشي معنيين بالامر. اي سياره، اي مركبه مهما كانت، دراجه ناريه، سياره كهربائيه، سياره بنزين، سياره ديزل، اي سياره، اي شاحنه، اي مركبه تستعمل الطرق، فعليها يعني هذه الملصق ضروري. ثمنه 3.70 أورو. غنوريكم مش كيفاش تشريوه في السيت، يعني في الباج ويب، مش تدخلوا تشريوها، يعني باج ويب واحده كاينه، ما كاينش باج ويب ثلاثه ولا اربعه لان كاينوا مزورين. في الباج ويب واحد ديال الجوبرن ديال فرنسا، ديال الدوله الفرنسيه، عند باج ويب ديالها تما كدير كوموندي. مثلا انسان دابا كان مسافر اليوم وقال ما دركش، يعني ما دركش توصل لي، يعني صافي انا خارج اليوم بالليل ولا خارج غدا ولا، ماشي مشكل، يعني ايمي كطلبو كيعطيوك واحد، صافي كتحط واحد نص ساعه ربع ساعه، كتجيك واحد الفاكتور يعني في الايميل ديالك، لان ضروري كتدخل الشرط، كتدخل الايميل ديالك ضروري، كيصيفطوك لك الفاكتور. هذيك الفاكتور يعني يعطي لي شارجي في التليفون ديالك، تحمله في التليفون ديالك وعديه معك، يعني بلا ما نديو معنا الورقه. لا عنده الورقه الانسان اللي عنده يقدر يبريميها احسن واحسن، ولا ما عندوش تحمله في التليفون ديالك وديه معك. لو وقفك دارك في الطريق ولا شي حاجه قول له ها هي انا شريتها، ولكن دابا انا كنت مسافر ما نقدرش نبدل السفر ديالي، ولكن ها هي شريتها، ولكن على تجي نطر صافي، ما يخليو تمشي ماشي بروبليم، صافي كتسمى انت محفي من الامر لان درتي الواجب ديالك. اما الاخرين خصهم ضروري يشريوها، واللي باقي ما خرجش يشريها ويلصقها في السياره ديالو، بحال اللي قلنا عاد كتجي من ملصق. ولحسب السيارات، عندما نوريكم واحد الكادر لحسب السيارات، يعني اورو 4 اورو 5 لحسب السيارات كيجي اللون ديالها، وكتلصق في الـ في الـ في الـ الزجاج الامامي ديال السياره او الشاحنه ولا اللي كان. هذا مهم بزاف، امر مهم بزاف، امر مهم بزاف، يعني في خصوصا اللي يعبروا اللي يجيو ما يعبروا يعني باريس، يعني طريق السيارة اللي عبر باريس، او اللي يمشيو من الجهه ديال ليون او كذلك، يمشيو من ليون كذلك، عندهم نفس المشكله. اولا اما المدن، كاين المدن يعني المدن داخليا، يعني باريس ما نهضروش عليه، باريس يعني هذه اول وحده فيهم وليون، ولكن بحال دابا كاين حتى هي طريق السيار يعني عبر كيعبر مدينه ليل، فهي هي مخصصه، ومدينه رينس، تولوج، فيلوربان، استراسبورغ، انيسي، هادو المدن اللي عندهم دابا البلايك هذا. هادو خصهم اللي عندهم البنيات هادو خصهم يعني الا ما عندكش البنيات احسن ما تدوش. ولكن دابا كاين المدن هادوك الصغارين بحال تولوج ولا بحال ستراسبورغ، هادوك الا دخلتي من وسط المدينه، اما بالنسبه لليل، باريس، ليون، غرينوبل، هادوك الطرود كدوز يعني عبر المدينه، كدوز يعني ممنوع الا ما عندكش هذيك الملصقه هذا ديال اير كنير.
تفهمنا. وكاين دابا كاين البلايص اللي ما فيهمش، الا صبتي بحال دابا مثلا في طريق السياره ولا في طريق ناسيونال كنتي ماشي وصبتي العلامه ديال الزد، يعني ديال الشرطه الزد اف اي، يعني عارف راسك بانك المكان ولا الطريق، يعني ضروري يكون عندك البنيات اير كلير او لا ما تمشيش تمايا. هذا تفهمنا. دابا ان شاء الله غنوريكم غنوريكم واحد الكادر ديال سميتو ديال واحد الطابلو ديال السيارات، يعني كل سيارة وعندها اللون ديالها، عندها الملصق ديالها، وموراها عندي لكم واحد الفيديو ديال السلطات الفرنسية كيشرح لكم كيفاش طلبوا هادشي هذا. وغنكتب لكم بطبيعة الحال، نخلي لكم هنايا العنوان الالكتروني، البريد الالكتروني ديالو باش تطلبوا هادشي هذا مباشرة. وغنوريكم بطبيعة الحال، غنوريكم كيفية باش تطلبوا هادشي هذا في هذا الفيديو ان شاء الله. على بركة الله. كما قلنا هذا هو الجدول، جدول ترتيب السيارات بالاقل تلوث الى اكثر تلوث. كنشوفوا الجدول في قمة الجدول، عندنا السيارات ديال الكهربائيه ولا الهيدروجين اللي كيستعملوا الهيدروجين، فعندهم ملصق اخضر. تحتها اسفلها عندنا رقم واحد بنفسجي، باللون البنفسجي. عندنا السيارات اللي كيخدموا بالغاز او السيارات الابريد الروش شارجابل اللي كيتشارجوا. عندنا تحت منهم عندنا الجدول اللي كيتفرق على جوج، الايسر والايمن. الايسر عندنا البنزين وعندنا الايمن عندنا الديزل. عندو بالبنزين عندنا نفس الملصق ديال الغاز والابريد، عندنا الملصق يعني السيارات ديال اورو 5 اورو 6 ديال البنزين اللي كيبداو 2011، ملصق اصفر اورو 4 السيارات اللي كيبداو 2006 الى 2010، الملصق برتقالي اورو 2 اورو 3 السيارات اللي كيبداو 1997 الى غاية 2005. عندنا بالنسبة للديزل عندنا الملصق اصفر سيارات اورو 5 اورو 6 السيارات اللي كيبداو من 2011، الملصق البرتقالي اورو 4 السيارات اللي كيبداو من 2006 الى غاية 2010، الملصق البني اورو 3 السيارات اللي كيبداو من 2001 الى 2005، والملصق الرمادي اورو 2 اللي كيبدا من 1997 الى غاية 2000. هادو هما الالوان ديال البنيات، وكل واحد يصيفطوا له حسب السياره ديالو. تفهمنا. دابا غنوريكم طريقه باش ندخلوا للموقع الفرنسي باش نطلبوا هاد الملصق. دابا حنا دخلنا في الموقع الفرنسي، كتجينا اول حاجه في الافق فوق مره كتجينا اما تريكولين فرونس او اما تريكولين ليترونج، يعني واش السياره فرنسيه ولا اجنبيه. كنديروا اجنبيه في الخصوصيه ديالنا حنايا. الدوله ديال الماتريكولاسيون يعني دوله التسجيل كنديروا مثلا بلجيكا، هولندا، المانيا، اي دوله كانت. النمره ديال الماتريكولاسيون كان يعني النمره ديال البلاكا ديال السياره. دات ديال الماتريكولاسيون فوق سجل السياره. كاتيجوري دي ديال الفيكول ديال المركبه، يعني واش شاحنه والسياره واش توري واش كاميونيت. المحروقات، نوع المحروقات ديزل بنزين الى اخره. نمره السيريه، نمره الشاسيس. المارك يعني الماركه اوبيل، داسيا، رونو الى اخره. كان عمرو لي مهمين هما اللي عندهم استيريسك النجمه. وهنا تحت كنكونوا ديجا صورنا الكارغريز، وكن نديرو هنا اجوتي مون جوستيفيكاتيف، كنديرو جو سوي بار روبوت، كنديرو كونتينوي. كدير كونتينوي من عمرتي داكشي كامل، كدوز ديال الخلاص. تفهمنا. À l'origine de maladies respiratoires et de maladies cardiovasculaires, la pollution atmosphérique engendre 48 000 morts prématurées par an. Le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, a donc décidé de créer le certificat qualité de l'air Critère. Ce certificat permet de classer les véhicules en fonction du niveau d'émission de polluants, de l'âge du véhicule et de sa motorisation. Moins votre véhicule pollue, plus vous bénéficiez d'avantages de circulation, tels que stationnement et autorisation de circulation en cas de restriction. Vous participez ainsi concrètement à la protection de l'environnement. Le certificat se présente sous la forme d'un autocollant rond à apposer sur votre véhicule. Tous les véhicules sont concernés. C'est l'imprimerie nationale qui en assure la délivrance, sécurisée et dématérialisée. Pour obtenir votre certificat, c'est simple et rapide. Il suffit de vous rendre sur le site officiel de délivrance www.certificat-air.gouv.fr muni de votre carte grise.
L'onglet Simulation vous permet de connaître quelle vignette sera attribuée à votre véhicule. Pour effectuer votre demande de certificat, il vous suffit d'entrer les informations requises, dont vos numéros de plaque d'immatriculation et de carte grise. En quelques secondes, la base de données du système d'immatriculation des véhicules vérifie vos données et attribue de manière définitive à votre véhicule le certificat correspondant à son niveau d'émission de polluants atmosphériques. Après validation de votre demande, vous recevrez par mail une version électronique de votre facture comprenant les informations de votre certificat. Elle vous servira également d'attestation jusqu'à la réception du certificat. Son prix est unique, quel que soit le véhicule. Le certificat qualité de l'air est un document sécurisé infalsifiable. Il vous sera expédié par courrier à l'adresse figurant sur votre carte grise. Une fois le certificat reçu, il ne vous reste plus qu'à le coller en suivant le mode opératoire qui se trouve au verso du courrier ou en regardant la vidéo accessible sur le site internet. En quelques clics, vous avez commandé votre certificat qualité de l'air. Il vous permet de circuler en toute liberté au sein d'agglomérations qui, comme Paris, mettent en place des circulations adaptées.